ويمكن هكمل الكلمة اللي قالها سيدنا في العزاء النهاردة عن الرهبنة، وهي طبعا بخصوص ان سيدنا كمل 40 سنة وسيدنا دلوقتي يعتبر من شيوخ الرهبنة. وطبعا الشيوخ اللي في الدير عندنا بنروح ناخد بركتهم، بنروح نسلم عليهم في الأعياد ونهنيهم في الألاية بتاعتهم، بنتعلم منهم، بناخد منهم الحكمة. و في الدير عندنا مثلا دلوقتي اللي عندنا من الشيوخ الدير أب من رهبنة أواخر الخمسينات، اثنين أباء من رهبنة الستينات، ويعتبر سيدنا من السبعينيات يعتبر من شيوخ الآباء الدير. فرحانين فرحانين فرحانين، احنا النهارده كلنا فرحانين، وادي احلى شيرون بينميسون، شيرون بينميسون، شيرون بي شيرون بي شيرون بينميسون. سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. ثاني يوم ما جه كان امكانيات باينه ما فيش خالص، ولكن كان هدفه واتكاله الاساسي على ربنا ان ربنا هيمد ايده، وفعلا ربنا مد ايده واتى بثمر 30 و60 و100 عدد الكنائس الكثيره. ثاني حاجه الامناء في المحبه سيلازمونه. كان سيدنا لما نخش في كل بلد جديده ما فيهاش كنيسه بيكون غيور جدا وامين جدا على كل فرد من افراد المنطقه اللي هنا، ازاي يوفر لهم مكان يتقابلوا فيه مع ربنا ويصلوا فيه. وفعلا كان ربنا بيمد ايده وبيساعده في كل وقت. وفي اخر ايه يقول لك والنعمه والرحمه لمهتديه، كان يسير بنعمه ربنا وبقوه ربنا في كل خطوه من خطوات حياته، الى ان قضى هذه المده الطويله في هولندا بعدد الكنائس الكبيره والدير اللي احنا كلنا منتظرينه الى منتهى العام. سيدنا ربنا يديمك علينا.